اكتشاف جديد ربما ينقذ حياة الكثيرين. دراسة طبية تشير إلى احتمالات التوصل إلى فحص دم قادر على اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطانات المختلفة. صحيفة التلغراف أزاحت الستار عن نقلة نوعية منتظرة في القطاع الطبي تتعلق بالكشف المبكر عن أمراض السرطان المختلفة والتي يتوقع أن تنقذ حياة الكثيرين. دراسة طبية جديدة كشفت عنها صحيفة التلغراف البريطانية تشير إلى احتمالات التوصل إلى فحص دم قادر على اكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطانات المختلفة. الكشف الجديد بحسب الصحيفة ربما ينقذ حياة الكثيرين، حيث تخضع الدراسة لإشراف هيئة الخدمات الصحية البريطانية. وفي إطار التجارب التي تجرى على الفحص الجديد، من المتوقع أن يخضع أكثر من 165 ألف شخص لاختبار الفحص المبكر عن طريق الدم لقياس مدى فعاليته في اكتشاف أنواع السرطانات المختلفة. تلغراف كشفت عن أن الاختبارات التي ستجريها هيئة الخدمات الصحية البريطانية ستبدأ العام المقبل، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها بحلول عام 2023. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا من عمان عبر زوم الدكتور سامي الخطيب، استشاري الأورام ورئيس رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان. أهلا بك دكتور. دكتور، بداية، ما هي أهمية هذا الاختبار؟ يعني وهل فعلا سنستطيع من خلاله يعني تحديد الإصابة بالسرطان حتى قبل سنوات كما ذكر التقرير؟ يا أهلا وسهلا ومساء الخير لجميع مشاهدين ومستمعين محطتكم الكريمة. حقيقة هاي دراسة مهمة جدا، بس قبل الحديث عن الدراسة اللي حابب أني أوضحه في هذا الموضوع، أنه موضوع السرطان ونسب الشفاء منه بتعتمد بشكل كبير جدا على المرحلة اللي بيتم اكتشاف المرض فيها. فكل ما كان اكتشاف المرض في المراحل المبكرة، كل ما كانت نسبة الشفاء أعلى بكثير. حاليا موجود عندنا بعض الفحوصات من خلال الدم اللي بنقدر من خلالها أن نعرف بعض أمراض السرطان اللي قد يكون مصاب فيها الإنسان، مثل سرطان البروستات، مثل سرطان القولون، مثل سرطان الثدي، مثل سرطان البانكرياس. مشكلتنا الأساسية هي أنه إحنا عادة بيتم الاكتشاف في مراحل متأخرة. أهمية هاي الدراسة اللي راح تقوم فيها المنظومة الصحية البريطانية بالتعاون مع شركة أمريكية، أنه رايحين يخضعوا زي ما تفضلتوا 165 ألف مريض أعمارهم ما بين 50 و69 سنة على فحوصات متكررة لمدة 3 سنوات، الفحص كل سنة مرة، وبتعتمد هاي الفحوصات على أساس أي تغييرات جينية بتتم عند المريض، ومن خلالها أنه يستطيعوا أنهم يعرفوا أنه هذا المريض صار عنده قابلية إلى أنه يتطور مرض عنده للسرطان. الأهمية في هاي الدراسة إنها رايحة تركز بشكل أساسي جداً على 3 أنواع من السرطانات اللي هي للأسف عادة بتم اكتشافها متأخر، وبالتالي نسب الشفاء فيها بتكون قليلة جداً. الثلاث سرطانات هاي بالأساس هي سرطان المبيض، سرطان البانكرياس، وسرطان المريء. مهمة جداً هاي الدراسة على أساس إنه بإمكاننا إن نوصل إلى نتائج قبل الإصابة بالسرطان، أو إذا ما حصل هذا الكلام أنه نكتشف السرطان في مراحله المبكرة، وبالتالي أن نوصل إلى أعداد أكبر بكثير بالشفاء من هذا السرطان. دراسة مهمة جدا، العدد اللي رايح يخضع في هذه الدراسة عدد يعني كبير، بحيث أنه النتائج تكون نسبة التأكيد فيها كبيرة جدا وفعاليتها تكون كبيرة جدا. نتمنى أنه في خلال 3 سنوات القادمة هاي الدراسة بالإضافة لدراسات عديدة جدا أنه نتوصل إلى اكتشاف السرطان في مراحل المبكرة، وبالتالي أن نشفي مرضانا بشكل جيد، لأنه زي ما بتعرفوا كلكم أنه مرض السرطان، أنا دائما بحكي بهذا الشكل، مرض السرطان هو المرض المزمن الوحيد الذي يمكن الشفاء منه، وعشان يشفى المريض من مرض السرطان لازم أن نكتشف الإصابة في مراحل مبكرة. نعم دكتور، كما ذكرت أنه هذا الموضوع يحتاج إلى 3 سنوات، ولكن هل هذا الاختبار في حال أو يعني
تأكيد على نتائجه سيكون متوفر للجميع فيما بعد؟ طبعا زي كل الاختراعات الجديده اللي بتتم عاده بعد ما يتم الانتهاء من التجارب والتاكد من انه فعاليتها عاليه جدا، فهذا الاختبار عاده بتوزع على كل المختبرات في جميع انحاء العالم، واحنا في العالم العربي والحمد لله اوضاعنا ممتازه جدا، معظم الدول العربيه متوفره عندها كل ما هو موجود في الغرب من فحوصات بخصوص السرطان. دكتور، برأيك هل سنصل يوما ما إلى مرحلة يكون لدينا علاج لمرض السرطان، علاج نهائي؟ يعني أختي الكريمة، إحنا هلأ في هاي المرحلة، وزي ما حكيت لك قبل شوي العديد من أمراض السرطان بتم الشفاء التام منها، يعني إذا ما تحدثنا عن سرطان الثدي مثلا، إذا اكتشفنا السرطان في مراحله الأولى فنسبة الشفاء عند النساء المصابات تتجاوز 97%، بالإضافة إلى العديد من أنواع السرطانات بالدم وغير الدم، إنه نسب الشفاء عالية جدا، وفي مرضى أعداد كبيرة جدا من المرضى بيتم علاجهم في منطقتنا العربية وبيتم شفائهم بشكل كبير جدا. فقط أنا هنا يعني بود أني أشكركم على هذه المواضيع لأنها كثير مهمة، وبدون تكاتف الجهود ما بين العلم والأطباء والإعلام لا يمكن أن نوصل رسالتنا إلى المواطنين بأن الكشف المبكر هو أهم عنصر من العناصر للشفاء من السرطان، وأن نحكي عن بعض المسببات للسرطان بحيث أنها الناس تعرف إيش هي وتحاول أنها تتجنبها بشكل كبير جدا. بس وضعنا الحمد لله وضع ممتاز جدا، نسب الشفاء من السرطان عندنا كثير ممتازة، وخاصة إذا بيتم التعامل مع علاج المريض زي ما إحنا بنعمل عادة وزي ما أنا بعمل مع الفريق، بأنه يجب التعامل مع المريض من خلال فريق وليس طبيب واحد. الفريق اللي طبعا هو بتشكل يعني دكتور أكيد إن شاء الله دايما تكون الأخبار إيجابية وحلوة مثل هذه الأخبار. شكرا لك دكتور سامي الخطيب، استشاري الأورام ورئيس رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.